مساء الخير يا شباب، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ايش الخطه يا الناس؟ مبسوطين ان شاء الله يا رب. الخطه يا طويل العمر اللي انت عارفه. اي والله خربت شاشه الكمبيوتر، شاشه شو اسمها، التلفزيون، وراح نسي شاشه التلفزيون ثانيه. فنقول ان شاء الله ان نحصل اللي في بالنا، صح؟ صح. يلا صباح الخير، ايش سالفتها؟ والله هذه بثره. بثره؟ بثره مره. انا اشوف العب معاه. شوف شوف معاك، روح هناك. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. ايش والله الحين ما لقيت احد. السلك حتى نشوف، حطه بالارض على طول. اوف والله ما لقيت احد ياخذها، لاني صعب بالها.